مشاهدين المزيد من المتابعة، تنضم إلينا مباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل مفادة التلفزيون المصري ليلى عمر. ليلى، بعد التحية، ضعينا في آخر المستجدات لديك في هذه القمة. نعم ميرفت، إلى الآن يتوالى وصول الوفود المختلفة المشاركة في هذه القمة الهامة، قمة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي السادسة التي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل. في المكان الذي أتواجد فيه الآن ترتيبات أمنية مشددة، ترتيبات اتخذتها السلطات البلجيكية لتأمين وصول الوفود المشاركة إلى هذه القمة، حيث تم إغلاق بعض الشوارع الجانبية في محيط مكان انعقاد القمة في محيط المجلس الأوروبي وأيضا المفوضية الأوروبية، وأيضا تم تحويل بعض الشوارع وإلزام المواطنين بعدم إلقاء القمامة في الشوارع الرئيسية من خلال الصناديق إبعادها عن هذه الطرق، إجراءات مختلفة لضمان وصول الوفود بشكل سلس إلى مقر إقامة هذه القمة الهامة. وكما تابعنا على مدار الساعة الماضية وصول الوفود المختلفة من الرؤساء والقادة، على رأسهم كان رئيس الاتحاد السيسي الذي يشارك في هذه القمة أيضا من خلال رؤية مصرية تتحدث عن الطاقة وتغير المناخ، في ظل استضافة مصر لقمة المناخ 27 في مدينة شرم الشيخ مع نهاية العام الحالي. نعم ليلى، يعني بالطبع كما ذكرت هناك توافد كبير من القادة والزعماء للمشاركة في هذه القمة، يعني صفي لنا الاستعدادات المتواجدة أو في محيط هذا مقر انعقاد القمة، وأيضا أهم النقاط التي من المتوقع أن تناقشها هذه القمة. نعم ميرفت، يعني أنا أقف في منطقة منع فيها العبور الآن للمواطنين وللسيارات، وهي في محيط انعقاد هذه القمة، حيث لا يسمح للعبور إلا بحاملي البطاقات الخاصة أو التصاريح الخاصة بحضور هذه القمة لتقليل التواجد في هذه المنطقة. بالطبع هذه القمة الهامة والتي ستبدأ جلستها الأولى الافتتاحية بعد قليل ستتضمن مجموعة من الكلمات لعدد عدد من القادة على رأسهم شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين، وسيكون هناك كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتبار فرنسا هي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وكلمة لرئيس الاتحاد الإفريقي السنغالي ماكي سال رئيس السنغال باعتبار السنغال هي رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وكلمة أيضا لرئيس المفوضية الإفريقية. بعد ذلك هناك استراحة والتقاط للصور التذكارية، بعدها مائدة مستديرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي له مشاركة أيضا كما ذكرت، يعرض من خلالها وجهة النظر المصرية، وأيضا مع اهتمام مصر بشؤون القارة الإفريقية ستطرح مصر بعض المقترحات فيما يخص كيفية إدماج القارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي، وهذا هو الهدف الأساسي لهذه القمة، بالإضافة لهدف آخر من قبل الاتحاد الأوروبي وهو إيجاد آلية تمويلية جديدة من المنتظر أن تطرح لدعم المشروعات المختلفة في القارة الإفريقية على مختلف الأصعدة، خاصة أن القارة الإفريقية تعاني من الكثير من المشكلات، وملف الصحة على سبيل المثال هو أيضا مطروح في ظل جائحة كورونا، وإنتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل وهو ما تعاني منه القارة الإفريقية الآن، أيضا الملف الخاص بالطاقة والتوزيع العادل للطاقة. يعني هذه المبادرة التي أتت في قمة المناخ 26 سنجد الآن أنها مطروحة أيضا في هذه القمة، سيتم البناء أيضا على ما تم إعلانه في القمة الماضية في عام 2017 في مختلف الموضوعات التي كانت مطروحة قبل ذلك فيما يتعلق بتمكين الشباب وقضايا التعليم وغيرها. نعم بشكرك شكرا جزيلا، مراسلة التلفزيون المصري ليلى عمر كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك.